النهاردة عايز أحكي لكم على حاجة غريبة جدا. تخيل كده إنه الذنب لما بتعمله مرة ده بيكون من الشيطان، إنما لما بتعمله 1000 مرة لا ده مش الشيطان خالص، حضرتك ظالم الشيطان معاك. حضرتك شيطان إيه؟ شيطان قالك مرة اعمل الذنب وروح. تكرار الذنب ده من نفس حضرتك، يعني احنا فعلا ما انت فكرة ايه؟ الذنب هو بيعرفنا على حاجة حرام، الشيطان خلاص بيعرفنا عليها، تكرارها ده من نفسنا. في نفس لوامة وفي نفس أمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء دي اللي هي هتفضل تزن عليكي تعملي الغلط. احنا حبايبي في رمضان والشياطين متسلسلة، مفيش شياطين دلوقتي، فأي حد يظبط نفسه بيعمل ذنب ده من نفسك. ما تظلمش الغلبان اللي متسلسل ومربوط وقاعد مغلوب على أمره، هو مش عارف يطلع ليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا شهر كله رحمات، عمل لنا شهر كله مغفرة، عمل لنا شهر كله خير، عمل لنا شهر كله بركة. فما ينفعش يبقى شهر يوم وخير وبركات وفيه شياطين، فشياطين الجن متسلسلين، إنما فيه للأسف شياطين إنس، في بني أدمين بيقوموا مقام الشياطين، ده اسمه شياطين الإنس. دول اللي عندهم نفس أمارة بالسوء، هتفضل تقنعه إنه يعمل الغلط حتى وهو في رمضان. هو الغلط في رمضان زي الغلط بره رمضان، الفرق إن أنت بره رمضان بتبقى فاكر إنه ده شطان يا حرام، وجوه رمضان بتكتشف إن ده مش شطان خالص، ده نفس حضرتك. هو إحنا في رمضان مفيش سرقة؟ يعني مفيش حد بيمد إيده بياخد حاجة من شنطة حد أو من دولاب حد أو من... راجعوا كده نفسكوا، راجع كده نفسك، لو بتمد إيدك بتاخد حاجة مش بتاعتك، راجع كده يا حبيبي نفسك وانت صايم، هل ممكن تمد إيدك وتسرق؟ طيب انت لو مديت إيدك تقول لا انا سيب اخد علشان الدروس وبعدين ما تبقاش فلوس الدروس، ده انت بتاخد الفلوس عشان تعمل بيها حاجة تانية. لا اصل مش قصدي، يعني اصل علشان بس انا كنت مزنوق، معلش اصله شيطان. لا هو مش شيطان، هو نفسك الأمارة بالسوء. انت في شغلك بتاخد حاجة من الشغل، في فلوس، في خزنة انت مؤتمن عليها وممكن تمد ايدك وتاخد من الخزنة لغاية اول الشهر، بتعمل كده؟ يعني ظبطت نفسك متلبس بتعمل كده؟ انت مؤتمن على مكان ان شاء الله يكون سوبر ماركت وبس هتاخد بس لغاية ما يقبضوك، هل انت تقدر تعمل كده؟ طب وانت لو خدت الفلوس وعربية خبطتك، انا اسفة والله انا هصدمكو، هتعرف ترجعها؟ طيب مفيش شيطان يعني وزك، الحقيقة هي نفسك اللي قالت لك خد الفلوس دي، ما هم ما بيقبضونيش، ما أنا هاخد لأن هم ما بيقبضونيش، ما أنا مش هشتغل، ما هو على قد فلوسهم، ما أنا مش هو. على فكرة دي نفس أمارة بالسوء. أنت لازم تراقب نفسك من أول ما تصحى لغاية ما تنام، لأنه أي غلطة بتعملها في رمضان ده مش شيطان، ده نفسك الوحشة الأمارة بالسوء. طيب أنت بتكلم حد من ورا المدام؟ يعني ده زميلة عمل. طب أنت تقدر تتكلم زميلة العمل قدام المدام عادي؟ لو زبطت نفسك بتكلمها من وراها ومش عايزها تعرف، يبقى ذنب عظيم يا سعادة البيه، ونفسك الأمارة بالسوء
ما هي قالك إنها زميلة عمل، إنما الحقيقة أنت بتخون المدام أو في بداية الخيانات. أنت بتعملي حاجة من ورا جوزك؟ يعني أنت بتعملي حاجة وبتخبيها وبتمسحيها عشان جوزك ما يشوفهاش؟ أدي نفسك الأمارة بالسوء، ما هي قالك إنه ده إيه؟ إنه ده حاجة عادية يعني؟ طب مال بتمسحيها ليه؟ المال مش عايزة يشوفها ليه؟ اظبطوا نفسكم متلبسين يا جماعة قبل ما تروحوا وما تلحقوش تمسحوا الغلطة دي. رجعنا لكم مستمعينا، وقلبك بيروح فين؟ ولو عملت ذنب أو ظبطت نفسك متلبس بتعمل ذنب، اعرف إن الذنب ده من نفسك، مفيش شياطين. الشياطين الغلابة مربوطين من إيديهم ورجليهم، ولا حول ليهم ولا قوة. اللي متسابين ومطلوقين في الشوارع هم شياطين الإنس. إذا ظبطت نفسك بتعمل ذنب، اعرف إنه بسبب نفسك الأمارة بالسوء. في بقى جواك نفس لوامة، لو النفس اللوامة دي اتخنقت معاك أو يعني أو حسيت بالندم شوية، اقفش في إحساس الندم ده، امسك فيه، الحق امسك فيه، ما تموتوش وتبططه بالنفس الأمارة بالسوء. ما هي بتحصل خناقة، في خناقة جوانا، احنا بنبطط النفس اللوامة دي، بنديه على وشها، بنديه على بقها، نقول لها اخرصي انا هعمل. اخرصي انتي يا أمارة بالسوء، انتي اللي تخرصي. هتحصل خناقة، وياريت تحصل، ياريت تحصل ونلحق نفسنا، والنفس اللوامة تدي النفس الأمارة بالسوء لمس أكتاف. ظبطي نفسك متلبسة بتتكلمي على حد، سكوتي، اضربي بقك بإيدك، ادي بقك بالقلم كده، اسكتي اسكتي، بتجيبي سيرة الناس ليه؟ نفسك الأمارة بالسوء هيقتلك ايه؟ بتقولك ايه؟ بتقولك اتكلمي وجيبي في سيرة الناس وفضحي اسكتي. الذنب اللي هتظبطي نفسك متلبسة بتعمليه في رمضان، اعرفي انه ده انتي ست مش كويسة. لو ظبطت نفسك بتعمل ذنب في رمضان، اعرف انه ده من نفسك انت. احنا محتاجين نراقب نفسنا يا جماعة. كل يوم انا ممكن اجيلكوا كل يوم اتكلم في نفس الموضوع، من الصبح لبالليل لازم في مراقب دولي فوق دماغك. ربنا شايفك، ربنا شايفك، ومع ذلك احنا يعني بنيجي كده على ربنا ونقول ان شاء الله ربنا يسامحنا. بس الاصرار على الذنب يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني نروح قبل ما يسامحنا، ونروح قبل ما نتوب، والنفس اللي خارج ما يدخلش تاني، فما نلحقش. فاحنا محتاجين نراقب كل ثانية وكل دقيقة، والنفس اللوامة تقولك الحقي الحقي، توبي حالا عشان انت عملتي كذا. انا مش عارفة انت عملتي ايه، بس انت عارفة، والله العظيم ما عارفة، انا مش عارفة انت عملتي ايه، انت عارفة انت عملتي ايه، انت عارف انت عملت ايه. احنا في رمضان بنتوب على فكرة، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عادي بنغلط، بس خير الخطائين التوابون. الحق وتوب قبل ما النفس اللي خارج ما يدخلش.